السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار العاجلة. الأردن تحدد موعد دخول خط الربط الكهربائي مع العراق إلى الخدمة. الحكيم يدعو لتوافق القوى السنية لحسم منصب رئاسة البرلمان. الأعرجي: عودة الكتلة الصدرية حق مشروع. إليكم تفاصيل الأخبار. كشف مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة اليوم الجمعة أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل. وقال المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن. ووقع العراق والأردن في 11 فبراير الماضي في العاصمة عمان وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجاوات. دعا زعيم التيار الحكمة الوطني رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم إلى حسم منصب رئاسة مجلس النواب العراقي وتوافق القوى السنية التي تشغل المنصب، مشيرا إلى أن استقرار العراق يتحقق باستقرار ساحاته المتعددة. وقال الحكيم خلال لقاء جمع من شيوخ وجهاء العشائر العراقية في ذكرى ولادة الإمام الحسن أن تحدي العراق حاليا بعد تجاوزه التهديدات والمخاطر الإرهابية بمعية العشائر العراقية هو تحدي اقتصادي بشقي الخدمي وفرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد. وأشار بتركيز الحكومة على الملف الخدمي داعيا إلى التعاون والتكامل لتحقيق هذا الهدف المنشود والعمل على التخلص من الاعتماد على النفط. وحذر من تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي إذا تراجعت أسعار النفط كما حدث في مرحلة سابقة، مؤكدا ضرورة تحريك القطاعات الإنتاجية في البلاد كالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا. رأى نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء العرجي يوم الخميس أن عودة الكتلة الصدرية حق مشروع، فيما أكد أن مطالب إجراء الانتخابات المبكرة ليس بالضرورة أن تتحقق. وقال العرجي في حديث أن تحضيرات عودة الكتلة الصدرية حق مشروع، والإشارة لها تعني الاستعداد، مبين أن عودة الصدريين مرتبطة بعدة عوامل منها قانون الانتخابات. وأضاف أن مطالب إجراء الانتخابات المبكرة ليس بالضرورة أن تتحقق، مبينا أن العامري وبعض أطراف دولة القانون هم من طرحوا فكرة الانتخابات المبكرة. وتابع الأرجي أن نجاحات السودان أصبحت خطرا على بعض القوى، وهو يقود الآن أول حكومة تأخذ خطوات عملية باستثمار الغاز.